كيف الهمة يا شباب؟ الحمد لله. طيب الحين قبل ما نبدأ نفك ونركب مع بعض، المفروض انتوا تتناقشوا مع بعض وتقسموا الأجزاء بينكم، يعني كل واحد هيكون عارف الجزء الخاص به. بعد ما تقسموا الأجزاء، الشغلة الأهم بعد ما تركب الروبوت تتأكد ان هو نفس التركيب بتاع النموذج الأصلي. بعد كده النقطة الأهم من دول كلهم الوايرات والوصلات بتاع السنسورات. لو واير متركب غلط في مكان خطأ اصبح كل اللي انت عملته غلط، زي ما حصل مع هزاع في المسابقة. الروبوت شغال 100 في الطريين، يجي من خط البداية للنهاية، لكن مع الأسف الشديد ما بيرميش الكيوب الأزرق. ليه؟ لأن الموتور اللي هو الواير بتاع الموتور اليمين ما كانش واصل، وهو تلاقيه شبكه خلاص. يعني شوف سبحان الله، لو كان ده اتأكد منها وانتبه ليها أثناء المسابقة كان خد مركز أول على مستوى الدولة في مصر، لكن سبحان الله ما ليش نصيب. فهاي شغلات مهمة لازم تستفاد منها، ده درس. الدقة في التركيب، لازم تكون عندك مهارة التركيز أثناء المسابقة. أي مشكلة تقابلك تفكر، مش عارف تحلها اسأل زميلك كيف نحل هاي وتتصرف في حلها، مش تيأس وتسيب المشكلة وتبادر إلى إنك تتراخى وتسيب الروبوت يؤدي المهمة على أي شكل، وبالتالي مش هتحصل أي مركز وتحصل أي سكور. زين يا جماعة الخير، حماد جاهز؟ صالح جاهز؟ طيب مباراة بين فريقين، صالح وحماد كل واحد عنده روبوت. احنا المرات اللي فاتت كنا بنستخدم 4 روبوتات، كل فريق روبوتين، لكن طبعا لان الجهازين التانيين مفيش فيهم شارج فاحنا سيبهم في الشارج دلوقتي. هنعمل شويه ترفيهي بان احنا نعمل مباراه بين صالح وبين وحماد. اللي هيسجل الهدف الثاني هيبقى هو الفايز. الروبوت مش مجال للعب فقط، تستطيع ان انت لما تتعلم المين كونسبتس او الاساسيات بتاعه الروبوت نفسها انك تبتكر وتؤلف وتعمل فكره او مشروع ممكن ما تكونش خطرت على بالك، حسب حاجتك انت كشخص، حسب وجهه نظرك انت كشخص. زين، ودايما كما يقولون الحاجه هي ام الاختراع. يعني مثلا لو انا افترضت مثلا ان انت عندك باب زي ده، فانت عايز تعمل عليه حارس الكتروني، كيف تقدر تستخدم الروبوت؟ سهله جدا المساله. لان انا بقوم جاي حاطط في الاعلى هنا مثلا وليكن التراسونيك سنسور اللي هو حساس المسافه زي اللي هو موجود في الروبوت ده، هجيبه لك هنا اهو. شوف فين الالتراسونيك اللي هو ده؟ ده بيعمل ايه؟ انت بتعمل في البرمجه نفسها، بترتب الروبوت بتقول له والله على مسافه معينه اعمل لي اكشن معين. فاحنا ممكن نستخدم القطعه دي بس لحالها. شوف هاي القطعه لحالها، السنسور ده ممكن استخدمه انا هنا فوق، بحيث اي جسم يمر من حواليه يدوا اكشن لموتور. الموتور ده مثلا وليكن يشغل كاميرا، يقفل باب، يعمل صوت، يولع ليت، اي اكشن ايا كان. وبالتالي اذا اهم شغله لازم تتعلم الكونسبتس بتاع البرمجه، مكونات الروبوت، وبعد كده تبدا تنطلق وتعبر عن ايه؟ عن افكارك. بس صالح نبدا المباراه، يلا مع صالح وحماد. هعد 3 3 3. يلا يا صالح، صوتك يا صالح، يلا يا صالح، ارض رجل يا صالح. ايوه هات الكره في النص، هات الكره في النص، ايوه في النص، في النص، ايوه كده. يلا يا حماد، بنشوف مين يحقق الهدف الاول، مين هيحقق الهدف الاول. يلا يا حماد، فرصتك يا حماد، يا ولد. اوه هارد لاج، هارد لاج، هارد لاج. يا ايوه عبد الرحمن خليها في النص. يلا صالح، مين هيجيب الهدف الاول؟ مين هيجيب الهدف الاول؟
مين هيجيب الهدف الاول؟ شكله صالح هيجيب الهدف الاول. مين هيجيب الهدف الاول؟ مين هيجيب الهدف الاول؟ مين هيجيب الهدف الاول؟ يلا يا صالح الشجاع صالح يا شباب. Thank you.